من الشاشه، اول ما تعمل انتر تفتح ان انت خلصت، فتقوم جايه واخده السلسله دي حطها في المكان اللي انت بتقول هنا مش عارف. انا دلوقتي ممكن استخدم ده للجسم بدل السلاسل الحرفيه زي ما هو يعني البرامج بتاعتي، بس انا في الحاله بتاعتي دي يا جماعه عايزه اتعامل مع حرف حرف. ليه؟ لانك هتلاقي برضه في معظمها بيقول لك ايه؟ عندك سلسله حرفيه عد عدد الجمل والكلمات والحروف. مثلا برنامج زي ده عايز يعمل ايه يا جماعه؟ لما تدخل سلسله حرفيه كل ما يقابل حرف يعد، ماشي؟ ولما يقابل كلمه محتاج عداد يعدي لي عدد الحروف
لو حرف من الحروف اللي انت عديتهم دول طلع مسافه اعمل ايه يا باشمهندس؟ زود عدد الكلمات، انت لقيت كلمه تمام؟ اقول له الكلام ده ازاي؟ هستخدم اسم الشرطيه، اقول له لا ممكن سي اتش اللي انت بتتفاعل معاها دلوقتي في مسافه فاضيه، ساعتها اعمل ايه؟ خلاص؟ طيب ده بالنسبة للبرنامج الأول. تاني برنامج عندنا برنامج بيقول لك
عد عدد حروف حرف الـ A دي، عدد وجود حرف الـ A دي. عايز استخدم جمله بنفس الطريقه برضه زي او زي هنا برضه. طبعا عملتها هنا وانا بستخدم حرف واحد، انا عايز استخدم جمله زي ما هو بيقول فحطها جوه واي واقول له طول ما الكلام ده لا يساوي بشعر اللي انت خلصت. طيب في حته بس نسيناها في الجزء اللي فات ده، تعالوا نفترض ان انا عندي جمله اهي دخلتها وقفت كلمه مثلا سلم، ماشي اخر كلمه بس الفقره دي اخر كلمه دي بعدها ايه؟ بعدها دوت صح؟ طيب جيت بعد كده عملت ايه؟ عملت انت. طيب لما جيت عملت انت انت دلوقتي استخدمت دوت، لو كان الحرف سي اتش بيساوي دوت يبقى هيعد لنا زي ايه؟ زي دوت. لو جيت عملت انت بعدها على طول تاني. بعد ما خلص وتعد كل القيم بتاعت ده وبتاعت ده
قارنهم مع بعض، شوف مين الكبير فيهم واكتب الجملة المناسبة ليه، أو لو الاثنين متساويين اكتب الاكسبريشن. خلاص؟ تعالوا نشوف البرنامج ده هنعمله ازاي؟ بنفس الطريقة اللي كانت بالظبط. أنا عايز أستقبل حرف أعمل متغير أسميه أوبن نوع إنتر وأسويه بالزيرو في الأول، ومتغير تاني أسميه كلوز وأسويه بالزيرو، وهعمل متغير نوع كاركتر هقول كده سي اتش. ماشي؟ هستقبل الصيغة كلها مش حرف واحد بس. ليه؟ يساوي سلاش كوم. الجزء ده ثابت ليه يا جماعة؟ لأن أنت دايما بتستقبل الحروف لحد ما تبصش انتر، يبقى أنت بقى إيه؟ معاك حرف، لو معاك حرف خلاص؟ طيب تعالوا نشوف هعمل إيه بقى. هاجي آخد سي اتش ده، هقول له لو كان سي اتش ده بيساوي قوس فتح، ساعتها أعمل إيه؟ اديني التكنيك زي قوس فتح، يعني زود الاوبن واسع. خلاص؟ طيب لو كان سي اتش ده في قوس او زود كلوز واحد. هل عندك حاجه ثانيه غير الاقواس الفتح والغلط عايز تشوفها؟ لا. يبقى انا كل اللي هعمله ان انا هدخل الاكسبريشن، وكل حرف في الاكسبريشن ده هشوفه، لو قوس فتح هزود قوس الفتح، لو قوس فتح هزود قوس ده يهمني، عندي حاجة تانية أدور عليها. ماشي كده؟ طيب بعد كده خلصت أنا كده إدخال وعديت أوبن وعديت كلوز. المفروض أعمل إيه بقى في البرنامج ده يا جماعة؟ أختبر بقى أشوف، هقول له لو كان أوبن كنت أكبر من كلوز إعمل إيه؟ ارفع لي جملة اللي هي بتقول لي في كلوز عندك ناقصين لأن الأوبن أكتر منه. خلاص؟ هقول لك كده صامت closing ارمي. طيب انسى ايه؟ طب لو كانت الكلوز هي اللي اكبر من الاوبن يعمل ايه؟ ارجع للجمله الثانيه اللي بتقول لي صم اوبن ارمي. طب انسى لو ما كانتش الاوبن اكبر ولا كلوز اكبر، يبقى اكيد ايه؟ تساوي. يبقى ساعتها اعمل ايه يا باشمهندس؟ اطبع الجمله اللي تقول كيف هو؟ بالاف دي لازم تتعمل جوه اللوب عشان كل ما تشوف حرف تعمل فيه ايه؟ تعمل. لكن الاف دي هل ينفع تعمل جوه اللوب بتاع الاول؟ ليه؟ لان انت بعد ما تخلص عدد خالص عايز تاخد الناتج بقى هو اللي تكرر اللي بعد اللوب ما تخلص. يا جماعه عندنا ازاي؟ هقول له اف سي اتش بتساوي
بيساوي، ممكن اكتب بيساوي دي، او ممكن طالما هو مديني الشفره بتاعتها اكتب الشفره على طول، صح؟ هقول لو كانت سي اكس بيديها سلاش اكس 74 ساعتها يعمل ايه؟ خلي سي اتش فيها الجزء الثاني هو سلاش اكس مين؟ 6 اي. خلاص كده؟ في اي مشكله في البرنامج ده؟ طيب دلوقتي انا اختبرت جوه الواي، طب بعد كده هقول له ايه؟ عايز اقول له بقى اطبع لي الكلمه كلها مش الحرف اللي انت غيرت، الكلمه كلها. هعمل ايه؟ هطلع بره اقول اطبعها؟ ليه؟ ليه لا؟ لان سي اتش كل مره بتستقبل حرف وبعد كده تروح تحط الحرف الثاني مكانه. يعني مفيش مكان انت بتخزنه فيه في الذاكره. طيب اعمل ايه عشان اطبع الحروف الكلمات كلها؟ جوه الواي كل ما يستقبل حرف اقول له روح اطبعه. طيب تعالوا نشوف هو هيعمل ايه في الجمله دي؟ هيدخل حرف، الحرف ده اول حرف عباره عن دبليو عندي. لما يدخل دبليو، هو دبليو ده هو حرف التي؟ لا مش حرف التي. يبقى مش هروح انفذ الكلام اللي جوه اف اللي هو ده. تمام؟ بعد كده قبل ما ارجع اجيب الحرف اللي بعده هعمل ايه؟ هطبع الحرف اللي انت دخلته حتى وهو مش التي. وانت عايز تطبعه كده كده، فهيروح يطبع ده. المره اللي بعدها هيعمل ايه؟ هيقابل الار، برضه مش هيغير الحرف وهيروح يطبع الار. بعد كده هيروح يطبع الان. بعد كده هيقابل التي. يقوم مغير شفرتها يخليها ايه؟ وبقول له روح اطبعها. هيطبعها وهيكمل بيتها. خلاص كده؟ يبقى البرنت اف دي ما ينفعش اعملها بره، لانك لو عملتها بره هتطبع اخر حرف بس اتعامل معاه اللي هو اخر حاجه متخزنه جوه سي اتش. لكن انا عايز كل مره يطبع الحرف يبقى هقول له امر الطباعه بس مش جوه الاف. اقول له بره الاف عشان الاف دي بتختبر التي بس تغيره. لكن اي واحد تاني انا عايز اطبعه من غير ما اغيره. عشان كده طلعته بره الاف. خلاص يا جماعه؟ برامج السلاسل الحرفيه فيها مشكله؟ يعتبر دي معظم اللي مش معظم كل الاشكال دي السلاسل الحرفيه. ارسم لي حرف التي، ارسم لي رقعة الشطرنج 8 في 8. يبقى اذا الدكتور بيجيب لك حاجة ويقول لك اكتب لي كود يرسم لي الحاجة دي يا باشمهندس. طب تعالوا كده أنا مش هديكوا حتى رسمة وأقول لك ارسم. أنا همشي معاكم بالتدريج علشان هديكوا اسطمبة تحللك أي مسألة رسم جديدة. خلاص يا باشمهندسين؟ بص كده، هفترض إن أنا عايز أرسم المستطيل المظلم ده. وطبعا السؤال ده لما يجي لك الدكتور بيديك الشفرات اللي أنت محتاجها. يعني دلوقتي انا محتاج شفرة مستطيل مظلم وشفرة مستطيل مضيئ، هتلاقي الدكتور مديك الاثنين دول يا باشمهندس. هيقول لك كده شفرة المستطيل المظلم سلاش اكس دي دي، المستطيل المضيئ سلاش اكس دي 0. طب لو انا عايز اقسم بس مجرد المستطيل المظلم ده هعمله ازاي؟ اكتب كده كلمة برنت اف، وبعدين كنت بعمل ايه يا باشمهندسين؟ اجي اقول له سلاش اكس دي بي. مجرد ما الامر ده يتنفذ هيرجع طبيعي للمستطيل الاولاني ده. طب يا باشمهندس الاكس ديت لازم تكون سمول. الدي بي مش هيفرق تكتبها كابيتال او سمول، الاثنين صعب. خلاص كده؟ احنا رسمنا كده المستطيل المظلم. طب يا باشمهندس انا عايز ارسم جنبه مستطيل مضيء، هعملها ازاي؟ سهله. بدل ما تبدا في البرنت اف على طول او جاي له هنا ايه؟ سلاش اكس بي 0. طب يا باشمهندس لو قال لك اعرض لي مستطيل مظلم وبعدين حرف الار وبعدين مستطيل مضيء، كنت هعمل ايه يا باشمهندسين؟ كنت هاجي هنا واقوم جاي كاتب حرف الايه؟ حرف الار. طب جميل. لحد دلوقتي هو طلب مني الاثنين دولت فرسمتهم. لو قال لك يا باشمهندس الاثنين دولت كررهم كده في نفس الصف 20 مره، اعملها ازاي؟ ممكن تعملها ببرنت اف وحلك صح، بس طبعا متعبه. ليه؟ لو الدكتور قال لك 40 مره هتقعد تكتب الكلام ده 40 مره؟ لا، احنا خدنا حاجه اسهل من كده اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن فور. وفور بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى فور كده يا باشمهندس، ده قوسين دائريين وقوسين مجموعه بيحوطوا على الامر اللي هي عايزه تتكرر. وبنحط هنا اثنين سيمي كولون، مش نقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض غلط، اثنين سيمي كولون. وما بحطش بعد الفور هنا سيمي كولون. ماشي يا باشمهندسين عشان دي كلها اخطاء انتوا بتغلطوها. طيب هنا بحط البدايه، هنا الشرط اللي هو بيمثل لي النهايه، وهنا الازاحه. لو انا قلت لك الاي بتاعتي بتساوي 1 يبقى هنا يا باشمهندسين النهايه بتاعتي اي اقل هنا بيساوي كام؟ 20، لان انا عايز اكرر 20 مره، صح كده؟ طيب وهنا يا باشمهندسين بعمل ايه؟
طيب زي الشطار كده قولوا لي في الصف الاولاني هيبقى عندي كام مستطيل؟ 20 ولا 40؟ انا بقول لك كام مستطيل؟ كام مستطيل؟ 40. ليه؟ مش دي كده لوحدها مستطيل ودي لوحدها مستطيل؟ انا خدت الاثنين دولت وجربتهم، يبقى كعدد مستطيلات عندي كام واحد؟ عندي 40 مش 20. كعدد مستطيلات ادي 1 2 3 وانا ماشي كده هلاقيهم 40 واحد. لكن ايه اللي انا كرره؟ انا كرر الاثنين دول مع بعض 20 مره يبقى 50. طيب لحد دلوقتي انا خلصت مين؟ خلصت ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن الصف الاول. عباره عن الصف الاول. بعد ما الاوامر دي تتنفذ الكرسر بيبقى واقف هنا مش 50، بيبقى واقف هنا ولا بيبقى واقف هنا؟ بيبقى واقف في نهايه السطر صح كده؟ طب لو انا عايزه ينزل عند سطر الجيم هاجي بعد الفور هنا واقول له برنت اف وبعدين سلاش كده. فاصبح الكرسر نازل واقف ده. كده نزلنا الكرسر ووقفناه هنا. لو الدكتور طلب منك ان نفس الصف اللي فوق ده ترسمه تحت، انا هنا هعمل يعني حاجه عكس، لا انا عايز الصف ده يتكرر كمان مره تحت جنبه. المفروض اعمل ايه؟ مش دول اللي بيرسموا الصف؟ المفروض اعمل فيهم ايه؟ طب جاي واخدهم واكتبهم كمان مره صح كده؟ طب ده عشان يرسم لي الصف الثاني. طب لو كنا عايزين نكرره كمان مره هناخد الاوامر ديت ونكتبها كمان مره. طب لو عايز اكرره 100 مره مش هقعد اكتب بقى، ده انا هعمل ايه يا شمسين؟ هعمل فور كمان فوقنا اهوت بتحوط على كل ده يا شمسين. فهعمل فور كده خارجيه اهيت فور، بس لازم يكون المتغير اللي هنا غير المتغير اللي هنا. جي مثلا بتساوي 1، ولو انا عايز اكررهم 10 مرات اقول له جي اكتر كده بيساوي 10، وبعدين اقول له جي بلس بلس، وهفتح القوس هنا وهقفل القوس هنا يا باشمهندس. ها سؤال يا باشمهندس؟ انا قلت لك لا، انا عامله هنا كده غلط، المفروض انا عايز اللي فوق ده هو اللي يتكرر تحت. ماشي كده انتوا فاهمين ده يا باشمهندس؟ طب انا عايز اقول على حاجه، ده كده رسم صف ولا عمود؟ الجزء الداخلي رسم صف. طب والجزء الخارجي بيعمل ايه؟ الجزء ده بيكرر الصف يا باشمهندس، يعني الصف الاولاني ده اهو بيكرره هنا، بيكرره هنا. يعني يا باشمهندس لو حبيت اقول لك مثلا انا عايز اكرر اخلي عدد الصفوف بتاعتي 10، ال 10 دي تبقى نهايه صوره خارجيه ولا داخليه؟ تبقى خارجيه صح كده؟ تبقى نهايه صوره خارجيه، يعني دي كده يا باشمهندس بتمثل لي عدد الصفوف. طب لو قلت لك يا باشمهندس انا عايز دي تتكرر 10 مرات او تتكرر 20 مره، بالنسبه لك ال 20 او ال 10 دي تبقى الكره الخارجيه ولا الداخليه؟ تبقى الكره الداخليه. يبقى دي كده يا باشمهندس هي عباره عن عدد الايه؟ عدد الاعمده. اتفهمت كده؟ هتلاقي كل الرسومات اللي في الدنيا، كل الرسومات اللي الدكتور هيطلبها منك عباره عن صفوف وايه؟ واعمده. هتلاقي راس الكره الخارجيه وراس الكره الداخليه، وجوه الكره الداخليه تكتب الامر اللي بيرسم لك الحاجه اللي الدكتور طلبها. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب لو جه الدكتور قايل لك انا مش عايز مستطيل مظلم ومستطيل مبين، ده انا عايز مسافه علامه النجمه وبعدها مسافه، وبعدين علامه النجمه وبعدين مسافه، ايه اللي اتغير هنا في البرنامج؟ بدل ما اعمل سلاش اكس دي اي سلاش اكس دي 0 اقوم جاي حاطط له نجمه وحاطط مسافه ما بين الدبل بوتيشن اكس. صعبه؟ طيب ايه التغيير بقى يا باشمهندس اللي الدكتور ممكن يطلبه منك؟ خلاص احنا كده واحنا جايين رسمين كده عدد من الصفوف وعدد من الاعمال. الدكتور يجي يجيب لك حاجه زي كده. يجيب لك كده اهوت وهنا كده. فحرف ايه يا باشمهندس انا رسمته على السبوره؟ حرف التي. الدكتور يقول لك ابدا البرنامج يقوم برسم حرف التي بحيث يكون الحرف نفسه عباره عن مستطيلات مظلمه وهو بيكون وسط مستطيلات مضيئه. يعني ده كده مستطيل مظلم وده كده عباره عن مستطيل ايه؟ مستطيل مضيئ. وبعدين يا باشمهندس قال لك بحيث يكون الابعاد بتاعتي عباره عن 20 في 10. يا باشمهندس ال 10 ديت خارجيه ولا داخليه؟ ال 10 ديت اللي هي عباره عن الصفوف تبقى فين؟ لفور الخارجيه. طب وال 20 ديت يا باشمهندس؟ لفور الداخليه. طب تعالوا كده جوه فور الداخليه بقى احنا المفروض نعمل ايه؟ الجزء ده ثابت اللي هيتغير عندي اللي هنا يا باشمهندس. انا لو جيت واقف هنا الاي بتاعتي بكام؟ واحد. طب والجي بتاعتي بكام؟ واحد. لما يكون الاي بواحد والجي بواحد ارسم مستطيل مظلم ولا مضيء؟ مظلم صح كده؟ طب هنا يا باشمهندسين النقطه دي الاي بتساوي كام؟ الاي بتساوي 2 والجي بتساوي كام؟ 1. مستطيل مظلم ولا مضيء؟ مظلم. طب لما يكون هنا النقطه دي اي بتساوي 3 والجي بتساوي كام؟ 1. برضه مستطيل ايه؟ تلاحظ ان في هنا حاجه ممكن استنبطها، انا امتى ارسم مستطيل مظلم؟ لو الجي بتساوي 1 صح كده؟ يبقى اذا كده انا هقول له ايه؟ شرط رسم مستطيل مظلم ان الجي بتساوي كام يا باشمهندسين؟ صعبه دي ولا سهله؟ يبقى ده الشرط. طب في شرط تاني ارسم بيه مستطيل مظلم امتى؟ لما يكون الاي بيساوي كام؟ نص ال 20 اللي هي بتساوي كام؟ 10. يبقى اذا لو كانت الجي بتساوي 1 بصرف النظر عن الاي
او لو كانت الاي بتساوي ال 10 بصرف النظر عن الجي هتبقى كام؟ في الحاله دي ترسم مستطيل ايه؟ مظلم. طب لو ما كانش لو الشرطين دول مش متحققين ارسم مستطيل ايه؟ مضيء. طب اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك كده كيف؟ لو كان الجي بيساوي 1 او الاي بتساوي 10 اعمل ايه يا باشمهندس لو الشرط ده موجود؟ برنت اف سلاش اكس دي بي. ارس يا باشمهندس برنت اف ايه؟ برنت اف سلاش اكس بي 0. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ طيب ها مين مش فاهم؟ تاني يا باشمهندس الطبيعي لو الدكتور جايب لي حرف زي كده اعرف ارسمه بسهوله، في كذا طريقه، الطريقه الاولى اللي هي الطبيعيه بتاعتكم تقول لي يا باشمهندس انا هكتب برنت اف برسم ده، وبعدين هكتب برنت اف كمان بترسم الصف الثاني واكرره عدد مرات تكرار 9. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب ده حل، الحل الافضل بقى اللي تحل بيه كل المسائل دي. الحل الافضل الحل الافضل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل اللي استمر قدامي دي واشوف هو امتى انا عايز ارسم مستطيل مظلم. ايه الشرط ان انا ارسم مستطيل مظلم؟ لما جينا حطينا النقطه الاولى لقينا الجي فيها بواحد، النقطه الثانيه لقينا فيها الجي برضه بواحد، النقطه الثالثه لقينا الجي برضه بواحد، لو غنيتني ماشي على الصف ده كله الجي بتاعته بكام؟ يبقى انا هرسم مستطيل مظلم لو لقيت الجي بواحد. طب المستطيل اللي طبقته دي شرط كمان، لو جيت بصيت هنا هلاقي الاي بتساوي 10، هنا الاي بتساوي 10، الاي بتساوي 10، مين اللي بيغير بس؟ الجي. يبقى انا عندي شرطين، لو الجي كانت بتساوي 1 ارسم مستطيل مظلم، ولو كانت الاي بتساوي 10 برضه ارسم مستطيل ايه؟ مظلم. طب لو كانت الاي والجي ما بيساووش ولا 1 ولا 10 لو كنت واقف هنا ارسم مستطيل ايه؟ مضيء. فهمتوا حاجه؟ طب اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك الكره الخارجيه موجوده والكره الداخليه موجوده، وال10 ديت هي عباره عن ديت، وال20 يا باشمهندسين هي عباره عن الجزء اللي هو الاعمده. طيب جوه هقول له بقى، هقول له لو كانت الجي بتساوي 1 او لو كانت الاي بتساوي 10 في الحاله دي ترسم مستطيل مظلم اللي هو سلاش اكس دي بي. طب لو ما كانش الشرطين دول متحققين يعني انا واقف عند اي نقطه ثانيه غير الكلام ده، هقول له ارسم لي مستطيل ايه؟ مستطيل مظلم. كام واحد مش فاهم؟ طيب الخطين دول اللي ليها علامه الاور شرحتها لكم مره وهشرحها لكم ثاني برضه مره، بس ديت معناها اور يعني ايه؟ يعني لو الشرط ده متحقق او ان يكون الشرط ده متحقق. ماشي؟ طيب يا باشمهندس لو جه الدكتور قال لك ما ترسمهاش في مستطيلات مضيء او مظلم، ارسمها لي في نجوم. ارسمها لي كده ان الحرف التي يكون عباره عن نجوم وهنا يبقى عباره عن مسافات، هتعمل ايه؟ او جاي او جاي شايل ديت كده وحاطط علامه النجمه وشايل ديت وحاططها بس مسافه واحده بس كده. فالحل التاني شايف صعب ولا سهل؟ طيب لو جينا يا باشمهندسين كده وقمنا جايين عاملين رسمه ثانيه زي كده. حرف مثلا ده حرف ايه يا باشمهندسين؟ حرف دي قال لك هنا 10 وهنا 15. بالنسبة لحلقة الكرة الخارجية هشيل فيها كابتن كام؟ هشيل فيها كابتن 15 صح كده. طب بالنسبة لحلقة الكرة الداخلية هشيل دي كابتن 10 تمام. طب بالنسبة للشروط يا باشمهندس تعالى والله أنا دي اللي عبارة عن مستطيلات مظلمة أهو دي كده اللي عبارة عن مستطيلات مظلمة. الشرط بتاع ده عبارة عن إيه؟ الشرط بتاع ده عباره عن ايه؟ ان يكون الجي بتساوي 1 صح كده؟ طب الشرط بتاع ده؟ جي بتساوي 7 او 8 الحلين صح، خدتها 7 ماشي خدتها 8 ماشي، لان ال 7 او 8 هم اللي يعتبروا نص ال 15. طب وده؟ جي بتساوي 15، طب وده؟ اي بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى انت عندك اربع شروط رصهم في الاف وما تغيرش حاجه ثاني، بس هنا طبعا سلاش اكس دي بي زي ما هو طالب، وهنا سلاش اكس بي زي. وهم يا باشمهندس كده شوف لي لو الجي بواحد او لو كانت الجي بسبعة او لو كانت الجي بتساوي 15 او لو كانت الاي بتساوي كام؟ بيساوي 1. وكده انا سرقتها دي خلصت. سهلة ولا صعبة؟ اي حرف كده بتعرف ترسمه صح؟ اي حرف مهما كان تعرف ترسمه. طب يلا زي شفتها كده طالما انت قلت اه واللي قال اه هو اللي يتكلم. لو عندك حرف زي كده لا انت قلت اه ولو ما حلتش هتاخد صفر في اعمال السنه. يلا تحليل الحرف ده سنقول ايه الشروط بتاعته؟ طيب بالنسبه بس لديت 20 وديت 15 ايه اللي اتغير هنا؟ ايوه شوفوا ايه؟ هنا لاي بتساوي 1 شاطر، هنا لاي بتساوي 20 ها؟ وهنا بقى
مش ده عبارة عن خط مستقيم بس مش واقف كده ولا كده، يبقى معادلته هيبقى مشترك فيها الاي ومين والجي، صح كده؟ طب يا باشمهندس لو كانت ديت 20 كنت هتقول الاي بتساوي الجي، لو الاي بتساوي الجي ارسم المستطيل مظلم برضه. ليه يا باشمهندس؟ لو دي 20 ودي 20 هتلاقي هنا 1 و1 2 و2 3 و3 صح كده؟ بس للاسف دي يا باشمهندس 15، يبقى لازم احنا بايدينا نجيب معادله الخط المستقيم. نجيبها ازاي يا باشمهندس؟ قال لك معادله الخط المستقيم بجيبها عن طريق ايه؟ نقطتين. طب النقطه دي كام وكام؟ 1 و1. طب النقطه ديت الاكس بتاعتك اللي هي كام؟ 20، والواي بتاعتك بكام؟ ب 15. يبقى انت عندك نقطتين يا باشمهندس عباره عن صفر، عباره عن صفر وصفر، والنقطه الثانيه عباره عن كام؟ 20 و15. هنعمل الايه؟ 1 و1. هنعمل الايه؟ هنقول له كده اي ناقص 20، مش دي عباره عن الاي ودي عباره عن الجي؟ اي وجي. هنقول له اي ناقص 20 مقسومه على الجي ناقص 15. النقطة اللي أنت طرحتها من الأي والجي ابتدي بيها، هتقول له الكلام ده بيساوي 20 ناقص 1 بكام؟ 19، 15 ناقص 1 بتساوي كام؟ بتساوي 14. هتضرب طرفين في وسطين يا باشمهندس هيطلع لك علاقة ما بين الأي والجي، أنا هفترض بدلا إن العلاقة كده بتساوي أي بتساوي جي زائد 3. أنا هفترض بدلا إن العلاقة طلعت بالشكل ده يا باشمهندس. أعمل إيه يا باشمهندس؟ أحط الشرط هنا إزاي؟ الشرط سهل جدا. انا اولا عندي شرطين قبلهم اللي هو عباره عن ايه؟ اي بتساوي 1 واي بتساوي كام؟ 20. هقول كده ايه؟ اي بتساوي 1 او الاي بتساوي 20، او تعالى بقى نحط الاسطمبه دي زي ما هي موجوده قدام، ان الاي بيساوي جي زائد كام؟ زائد 3. احطها كده في نص الباشمهندسين. فهو بيعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ بياخد قيمه الجي الحاليه اللي هو شغال عليها من كل الخارجيه ويجمعها على 3 ويشوف الناتج الجامع ده هل بيساوي اي ولا لا؟ خلاص يا باشمهندسين يبقى ديت الشروط بتاعتي فعلا. اظن بقى بعد جبنا معادله الخط المستقيم كده فعلا اي حرف نقدر نرسمه. طبعا برضه لو جه قال لكم ان ديت عباره عن نجوم او اي شكل تاني اللي هيختلف عن مين؟ الجزئيه اللي جوه. طيب نعرف نرسم حاجه زي كده؟ نعرف نرسم حاجه زي كده؟ طيب 20 و20 اكتبوا المساله ديت وطلعوها معاكم كتاسك في الكمبيوتر. طب بالنسبه للمحور ده يا باشمهندسين هسيب كام مسافه؟ والله ليه حجمها 15 والاجمالي 25، يبقى 15 من 25 هيبقى لي 10، 5 فوق و5 تحت. خلاص يا باشمهندسين بتكتبها له كده في الامتحان، قول له كده 25 ناقص 15 هيديني كام؟ 10. هتقول له هقسمها على 2 الكلام ده هيديني كام؟
هيديني 5. طب لو كانت 11 يا باشمهندس كده فيها 5 صح، كده فيها 6 صح ماشي، هنقول ديت 10 كده والناتج بيديني 5. المشكله بالنسبه لي ازاي يا باشمهندس اخلي الرسم يديني من هنا؟ انا عارف ان الاوامر دي هي اللي بترسم صح، الاوامر دي اللي بترسم. فلو انا خليت الاوامر ديت الكرسور في الدايره يبقى موجود هنا يبقى انا خلصت. طب ازاي يا باشمهندس؟ قال لك تعالى كده شوف، هو انت يا باشمهندس الكرسور في الازاي دي واقف هنا، اول حاجه عايز تعملها ما تخشش مسافات، اول حاجه عايز تعملها انزل بس عدد السطور ده. طب انا عايز انزل كام سطر؟ عايز انزل كام سطر؟ عايز انزل كام سطر يا باشمهندسين؟ عايز انزل 5 سطور. طب الخمس سطور دول هنزلهم امتى؟ هنزلهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا فوق قبل فوق خالص؟ فوق قبل فوق خالص، هاجي هنا كده واقول له بلند اف وبعدين سلاش ان سلاش ان سلاش ان سلاش ان سلاش ان واحط سيمي كولون. يا باشمهندس لو كانوا 10 سلاش ان اكتبهم، او ان انت تعمل واحده سلاش ان وتعمل عليها ايه؟ وتعمل عليها فوق 10 ماشي يا باشمهندسين؟ طيب انا بعد ما عملت سلاش ان 5 مرات الكرسر نزل هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين وقف هنا عند اللاين اللي انا عايزه. انا عايز ابتدي رسم هنا، امال عايز ابتدي منين؟ من هنا. يبقى المفروض اقول له بعد ما تنزل هنا اعمل ايه يا باشمهندس؟ خش كده 30 مسافه. 30 مسافه دي اعملها ازاي؟ ان اف سلاش تي سلاش تي سلاش تي سلاش تي 4 8 بكام؟ 32. ممكن اقول له كده سلاش بي سلاش بي سلاش بي، يعني نرجع خطوه لورا، او ان انا اقول له 3 بس و 38 يبقى 3 8 و 24 و 6 مسافات. الحلين دول صح ماشي يا باشمهندس؟ طيب ده كده يا باشمهندس عايزين ننزل كام سطر؟ عايزين ننزل 5 سطور صح كده؟ ننزل 5 سطور ازاي؟ ببرنت اف سلاش ان هنا كده في بدايه البرنامج وشغل برنت اف سلاش ان، فاصبح الكرسر بتاعي واقف هنا يا باشمهندس. انا مش عايز ابتدي رسم من هنا، انا عايز ابتدي رسم من هنا، عايز ابتدي رسم من هنا. فبعد ما نزلت 5 سطور هقول له ابتدي رسم من هنا. طب ازاي ادخله كده يا باشمهندس المسافه دي كلها؟ لازم اقول له كده برنت اف وبعد برنت اف اقول له خش 32 مسافه. اقول له خش 32 مسافه ازاي؟ بكذا طريقه. ممكن اقول له سلاش تي سلاش تي سلاش تي ال 3 في 8 بكام؟ 24 صح؟ اقوم جاي بعدهم كده سايب 1 2 3 بالمسطره كده سايب 6 مسافات. يبقى 6 مسافات و24 تيجي 30 مسافه. او ان انا اعمل ايه؟ اقول له سلاش تي يبقى كده كام؟ 4 في 8 بيساوي 32. اقول له بعدها سلاش بي سلاش بي سلاش بي هنرجع خطوه لورا. فيرجع مسافتين يعني ناقص 2 هيديني كام؟ 30 مسافه. فالحلين برضه صح. طب يا باشمهندس مش المشكله كده، المشكله انا لما اجي ادخل خطوه واجي ارسم الصف الاولاني، ادي الصف الاولاني هو انا رسمته، وبعدين بعد ما بخلص الصف الاولاني بقول له ايه؟ بقول له سلاش ان. يعني ايه سلاش ان؟ يعني انزل سطر جديد. طب لما ينزل سطر جديد هينزل هنا في المكان رقم 1 ولا ينزل هنا في المكان رقم 2؟ في المكان رقم 2. فانا لو سبته يرسم هنا من بدايه المكان رقم 2 هتلاقي الصف الاولاني مظبوط وبقيه الرسمه جايه هنا، ينفع؟ طب امتى بقى يا باشمهندسين احط المسافات دي؟ مش في امر بينزلك سطر جديد من هنا؟ مين الامر ده؟ مش هو بيقول ايه؟ بعد ما تنزل سطر جديد قول له خش لي كام مسافه؟ 32 مسافه سلاش تي سلاش تي سلاش تي بعدين 1 2 3 4 5 6 وبعدين احط سيمي كولون. فافتح دلوقتي هو الكرسر واقف هنا، بقول له سلاش ان يوم جاي نازل واقف هنا، اقول له مش عارف كام 30 مسافه يوم جاي واقف هنا يرسم الرسم. فهمت حاجه؟ دي قاعدة قواعد ثابتة هتستخدموها لما يجي لك الدكتور يقول لك ارسم رسمة في النص. أول حاجة تحسب عدد المسافات عن طريق إيه العلاقة دي؟ 25 ناقص الأبعاد بتاعتك. وبعدين عدد اللي هي السطور. وبعدين عدد المسافات اللي أنت هتاخدها من هنا تحسبها 80 ناقص البعد بتاع الرسمة وتقسم الكلام ده على الاثنين. هتعمل كام أمر؟ أمرين أو ثلاث أوامر. أمرين بيرن إيه فوق وممكن كمان تدمجهم مع بعض. والأمر بيرن إيه اللي موجود هنا هتعدى. أظن كده الرسمة دي فهمت صح؟ هتقولي في الكتاب يا باشمهندسين او في الورق اعمل لكم حوالي مثلا ما يقرب من 20 سنه على الموضوع ده. اخر حاجه في الرسومات او الحاجه اللي عملها الاخيره اللي ما خلصناها خالص، لو جاي لك حاجه زي كده يا باشمهندس حرف الواي لو جاي لك حاجه زي كده تقسمها ازاي يا باشمهندس؟ هتجيب معادلة الثلاث خطوط صح؟ طب معادلة الخط ده في عبارة عن ايه؟ يعني اي بتساوي كام؟ اي بتساوي ديت 10، الرقم كله 10، اي بتساوي كام؟ الحل ده غلط. ليه؟
عارف لو قلت له اي يساوي 5 هيعمل لك الرسمه بتاعتها من هنا. 5 هيعمل لك مش كده مهم. يبقى ينفع؟ مش دي. ايوه بالظبط كده. اقعدوا كده بالحلقه دي كده عباره عن ار باي يساوي 5 ومعمول لها اند مع مين بقى؟ مع جي تكون اكبر من كام يا باشمهندسين؟ من 10. فهمتوا حاجه؟ عايزكم المسألة اللي قلت لكم التفكير فيها يكون اكتر من الحفظ. فعلا احنا عرفنا ان في عندي كور خارجيه وكور داخليه. التفكير بتاعك بقى يبقى ازاي تستنتج الشرط ده؟ واظن حاجه زي كده اهوت امثله كتير زي كده تعرف تخليك تستنتج الشرط. طبعا في حلول غير الحل ده؟ في حد ممكن يقول ايه؟ طب بص يا باشمهندس انا هعتبر الرسمه دي جزئين، ادي الجزء الاولاني وادي الجزء الثاني. الجزء الاولاني فيه خطين. عندي نقطة بداية ونقطة نهاية، نقطة اللاين ونقطة اللاين، وبعدين نقطة اللاين ونقطة اللاين، أقدر أجيب معادلتهم صح؟ وعن طريق الفور ديت والفور ديت أقدر أرسمهم، بس الفرق يا باشمهندسين لما أجي أحط الفور الخارجية أحطها ب 20 ولا أحطها بكام؟ ب 10، فبعد ما بخلص يا باشمهندس هيبقى الكرسي هو هيبقى كده أرسم إيه؟ أرسم الجزء التاني ده أرسمه إزاي يا باشمهندس؟ أعمل بريد إيه؟ ترسم الجزء ده وكرره 10 مرات يرسم لك الباقي. خلاص يا باشمهندسين؟ فإذا إيه؟ تبني سبيتي في الحل، حل بأي حل أنت عايزه. طيب في بقى مساله سهله الدكتور يديها لكم في الجزء ده علشان يديكم عليها درجه، يعني لو جبت لكم حاجه صعبه في المسائل الثنائيه يجيب لك حاجه سهله في الرسومات. حاجه سهله ازاي يا باشمهندس؟ يجيب لك حاجه كده قدامك ده ويقول لك اكتب برنامج يرسم الحاجه اللي قدامك دي. البرنامج ده سهل جدا. ليه يا باشمهندس؟ كل اللي انا هستخدمه مين؟ ولا فور خارجيه ولا فور داخليه ولا اي حاجه من الكلام ده كله. هتقول له برنت ايه؟ اول حاجه هتطبع ايه؟ مستطيل نظم ادي سلاش اكس دي بي وتبقى نقطه في المسافه. طب بعد ما تخلص الكلام ده عايز مين؟ ادي الار. طب بعد ما تخلص الار عايز ايه؟ سلاش اكس دي بي. طب بعد ما تخلص سلاش اكس دي بي عايز ايه؟ عايز ايه؟ وهكذا. طب خلصت يا باشمهندس بعد ما تخلص الار تقول ايه؟ سلاش ان وبرنت ايه في نفس الصف التاني. الدكتور بيجيب لي لو جاب لك مساله صعبه في المؤسسات الثنائيه في المنهج. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الرسومات. برضه دلوقتي نجيب الامتحان بتاع السنين اللي فاتت حلوا اي مساله متعلقه بالرسومات. احنا هنخش على حاجه اسمها المؤثرات الثنائيه. هجيب لكم الموضوع من اوله علشان خاطر الموضوع ده متعب شويه وبيجي عليه اسئله كتير. احنا عندنا يا باشمهندسين اول حاجه حاجه اسمها العمليات الحسابيه. عمليات حسابيه زي مين؟ نفع ضرب قسمه ريميندر زائد ناقص ناقص. يعني مثلا لو بقول لك اكتب لي برنامج بيجمع عددين هتقول لي يا باشمهندس هاي الداله الرئيسيه. وبعدين طالما عايز اجمع عددين يبقى لازم اعرف متغيرين انتجر اكس وواي. وبعدين الاكس والواي اجيب لهم قيم منين؟ ممكن اقول لك اكس بتساوي 10 وواي بتساوي 20 او استقبلهم من مين؟ من اليوزر. مين الداله اللي بتستقبل من اليوزر؟ سكان اف. طب والرقمين دول نوعهم ايه؟ نوعهم انتجر يبقى برسنتج دي برسنتج دي. طيب يا باشمهندس في سكان اف كنا بنكتب العناوين ولا الاسماء؟ العناوين اهو اند اكس واند واي. يبقى الامر ده هيستقبل قيمه الاكس من اليوزر وقيمه الواي. هفترض ان اليوزر دخل الاكس بتساوي 10 ودخل الواي بتساوي 20. لو جيت قلت لك كده متغير كمان اسمه زد، وجيت قلت لك الزد بيساوي اكس زائد واي، يبقى كده الزد عباره عن مجموعهم، وبعدين قلت لك برنت اف برسنتج دي اطبع لي قيمه الزد، يبقى اللي طلع لي على الشاشه دلوقتي يا باشمهندسين هو المجموع بتاعهم. طب ممكن اشيل الزائد واحط نايس او ضرب او كذا. طب ممكن اشيل الزائد واحط الريمندر. لو حطيت الريمندر يا باشمهندس يبقى الزد فيها كام دلوقتي؟ اهو 10 ريمندر ال 20 فيها كام يا باشمهندسين؟ هي بص كده 10 مقسومة على 20 فيها كام؟ فيها نص صح كده؟ يعني بالعربي بالفلاح ابسطها لكم زي ما بسطتها في سنوات كتير بدون اثنين. 10 برتقالات عايز توزعهم على 20 واحد. ترجع تعرف توزعهم بس بشرط ما تقسمش ولا برتقاليه نصين، ينفع؟ يبقى مش هينفع صح؟ يبقى هتقول لي يا باشمهندس العدد الصحيح ما فيش حد خد حاجه. بس هيبقى معايا كام برتقاليه؟ 10 برتقاليات. يبقى انت هتقول لي الكلام ده بيبقى فيه 6 والريميندر بتاعي كام؟ 10. طب يا باشمهندس 4 على 2 ها
في اركان اربع اركانات وزعناهم على اثنين، كل واحد ياخد كام؟ اثنين، والريمندر بكام؟ بصفر. طب اربعه او خمسه على اثنين فيها الكام؟ فيها الاثنين، والريمندر كام؟ والريمندر واحد. فهمت الريمندر؟ يبقى ده الريمندر يا باشمهندسين، وده طريقه مكتوبه في الورق وبص عليها عشان بدل ما تحسبها بالبرتقال لا تحسبها بعلاقه ثانيه تكون افضل من كده. طيب ده بالنسبه لعلاقه الريمندر. في علاقات ثانيه، في لو جيت قلت لك كده بص كده اكس زائد زائد واطبع لي اكس، يطبع كام على الشاشه؟ ها يطبع كام على الشاشه؟ كلامه كام؟ الناس تقول واحد، كام من واحد؟ هيطبع 11 صح كده؟ الله ينور. طب لو قلت لك واي زائد زائد واطبع لي الواي، يطبع كام؟ يطبع تمام، هيطبع 21 هياخد واي ويطلع عليها واحد. لو قلت لك هنا واي زائد زائد يطبع كام؟ يطبع كام؟ 20 ولا 21 ولا 22؟ بص كده بص كده واحد 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 لحد هنا لغايه كام؟ 20 صح؟ انا بقول لك اطبع لي رقم، الرقم ده قيمته كام؟ قيمته واي صح كده؟ الجهه الطبيعيه بتاعت الواي اللي هي بكام دلوقتي؟ ب 20. بعد ما يطبعها الجهه يقول لك ايه؟ هزودها لك بواحد. يبقى بعد ما البرنامج يخلص اللي انطبع على الشاشه كام؟ ده انطباع. طب والواي نفسها هتساوي كام؟ هتساوي 21. طب تفرق معايا يا باشمهندس لو عملت كده؟ زائد زائد واي. انا بقول له ايه؟ اقول له كده اطبع لي القيمه اللي هي عباره عن ايه؟ زائد زائد واي، يعني خد الواي زودها لي بواحد وبعدين اطبع. فاللي انطبع على الشاشه كام؟ 21. الواي هيبقى كده كام؟ 21. الدكتور بيحب يجيب الحته دي اكتر. يبقى لك استنتج ما يكون به البرنامج. يقول لك برنت اف زائد زائد واي، وقبلها برنت اف واي زائد زائد، ويقول لك كل شكل المخرجات يبقى عامل ازاي. فلازم تكون مركز وتجيبها كويس. طبعا الكلام ده برضه ينطبق على ايه؟ على الناقص ناقص الناقص. ده بالنسبه للعمليات الحسابيه. رقم 2 في عندي حاجه اسمها مؤثرات علاقيه. مؤثرات علاقيه زي اقل من، اقل اكبر من، اقل من او يساوي، اكبر من او يساوي. واسمها مؤثرات علاقيه ليه؟ هي اسمها مؤثرات لانها مؤثر زي الجمع والطرح والضرب والقسم. طب علاقيه ليه؟ لانها بتعمل علاقه ما بين حاجتين، بتوضح لي علاقه ما بين قيمتين، عشان كده اسمها مؤثرات علاقيه. يعني لو جيت يا باشمهندس قلت لك كده برنت اف برسنتج دي 3 اكبر من 5. سيبوا بقى من الكلام ده عشان مش موجود. برنت اف برسنتج دي 3 اكبر من 5، حد عارف شكل الخط يبقى ايه؟ ها؟ شكل الخط بتاعي يا باشمهندسين ده هيظهر لي على الشاشه السوداء، على الشاشه السوداء ايه؟ هيطلع لي كده رقم 0. ليه بقى؟ المؤثرات العلاقيه بتيجي على هيئه سؤال بمعنى هل. هل الثلاثة أكبر من الخمسة؟ فيبقى اجابته حاجه من اثنين، يا صفر يا ايه؟ في الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى زيرو، فيطبع لك على الشاشه زيرو. لو كنت انا كاتب لك كده ست يبقى يطبع لك على الشاشه كام؟ هيطبع لك على الشاشه واحد. طبعا نفس الكلام ده يا باشمهندسين بينطبق على الاكبر من او الاقل من يساوي او اكبر من او يساوي، وكمان برضه لا يساوي. يعني لو جيت قلت لك كده هل السته لا تساوي الخمسه؟ يطبع لك على الشاشه؟ هيطبع لي القيمه واحد. وخد بالك انا قايل له هنا برسنتج دي، ليه برسنتج دي؟ دي مع الانتجر صح؟ طب والقيمه دي هيجي لي منها ايه؟ يا صفر يا ايه؟ يا واحد. والصفر والواحد هم عباره عن كام ايه؟ كلير جدا. ماشي يا باشمهندسين؟ اظن برضه المؤثرات العلاقيه واضحه. في حاجه كمان اسمها ادوات ربط. ادوات ربط عاديه. عندي منهم اثنين، واحد عامل كده وواحد عامل كده. دوت اسمه ايه؟ اند. كلمه اند يعني ايه؟ يعني الواء او بالاضافه الى، وديت معناها ايه؟ هو. خلاص يا باشمهندسين؟ او بالعربي يعني او. بتربط ما بين صيغتين علاقيتين. دي كده اسمها صيغه علاقيه. ماشي يا باشمهندسين؟ ودوت اسمه مؤثر ايه؟ مؤثر علاقي. ماشي يا باشمهندسين؟ بيقول لك بقى ان ادوات الربط العاديه ديت بتربط ما بين صيغتين علاقيتين، يعني هاجي اقول لك ازاي؟ هاجي اقول لك هنا كده. 6 لا تساوي 5 وبعدين ان 5 تساوي 10. وحطيت سيمي كولون، ايه اللي بيحصل بقى؟ يقول لك انت عايز تطبع لي قيمه صحيحه، طب انا هروح احسب الكلام ده عشان اشوف هيرجع لي منه ايه. طب يروح يحسب الكلام ده ازاي؟ يحسب الاول القيمه دي. القيمه دي هترجع لي يا باشمهندسين؟ هترجع لي واحد فعلا. الست 3 تساوي 5 صح كده؟ طب يروح يحسب دي رقم، هل ال 5 تساوي 10؟ لا ما بتساويش 10، هيحط ايه يا باشمهندسين؟ يبقى صفر. طب واحد لما نقول له اند زيرو يبقى الناتج ايه؟ يبقى ناتج العلاقه دي كلها يا باشمهندسين هتطلع لي على شكل السؤال رقم زيرو. فعلا كده؟ يبقى دي اسمها ادوات الربط العاديه بتربط ما بين صيغتين علاقيتين. اخر حاجه بقى اللي هي الحاجه اللي بتحبها قوي اسمها ادوات الربط الثنائيه. كلمه ثنائيه جايه من ايه؟ من النظام الثنائي. يعني يا باشمهندس بتشتغل على الارقام بالنظام الثنائي.
يعني يا باشمهندس لو جيت طبعا هم عباره عن ايه؟ عباره عن الان والاور وعباره عن الاكس اور وعباره عن الشيفت بكافه انواع. بس خد بالك هنا الان مكتوبه كام مره؟ مره واحده. في الحاله دي لو مكتوبه مره واحده هيبقى اسمها ادوات ربط ثنائيه، لو مكتوبه مرتين اسمها ادوات ربط ايه؟ عاديه. خلاص يا باشمهندسين؟ بيقول لك بيشتغل بالنظام الايه؟ بيشتغل على النظام الثنائي. يعني لو جيت قلت لك هنا اكس ام واي الكلام ده بيساوي كام يا باشمهندس؟ هتقول لي والله ما اعرفش. ليه؟ قال لك اصل انا ما شفتش الثنائي بتاع الاكس عامل ازاي وبتاع الواي عامل ازاي عشان اعرف احسبه. ما هو بيشتغل بالنظام الايه؟ يبقى علشان انفذ الاد ديت لازم انا وانت نكون شايفين القيم بالنظام الثنائي علشان اقدر احسب الاندات بتاعتهم واطلع النتيجه. خلاص يا باشمهندسين؟ طب تعالوا بقى نشوف الكلام ده بدون صعوبه كده خالص. ناخد مثال ونمشي على حد عارف الانتجر كده بيتخزن في كام بايت في الذاكره؟ الانتجر بيتخزن في كام؟ ب 2 بايت. طب البايت بيساوي كام بت؟ 8. يعني يا باشمهندس لو انا جيت قلت لك انتجر اكس والاكس ديت فيها مثلا الرقم 13 ده معناه احجز مكان في الذاكره. انا زمان يا باشمهندسين كنت بعمل لكم الذاكره عمري ما رسمتها كبيره كده صح؟ كنت برسمها لكم كده بقول لك مكان في الذاكره اسمه اكس وفي القيمه كام؟ 13. بس هي ذاكرتها عامله كده القيم بتتخزن بالعشره بتتخزن بالايه؟ انا عايز اشوف بقى الذاكره اروح كده اقعد جنب الذاكره واشوف الارقام بتتخزن ازاي بالثنائي. يعني انا عايز اكتب كده هنا الرقم 13 بس اكتبه بالايه؟ بالنظام الثنائي. طب دولت دلوقتي كام بيت؟ كام بيت دلوقتي؟ احنا قلنا الانتج عباره عن كام بيت؟ 16 بيت. ماشي يا 50؟ ادي انا هقسمهم كده ونعملهم مع بعض. الرقم 13 في الثنائي تحويلته عامله كده 1 0 1 1. يا باشمهندس وحضرتك حافظها؟ انا عارف كتابه مجرد النظر. احنا كنا بنجيبها ازاي يا باشمهندسين؟ على السريع كده بنكتب 1 2 4 8 16 32 وهكذا. وبعدين يا باشمهندس قال لك خد الرقم الصحيح اللي هو الرقم العشر اللي انت عايز تحوله لثنائي خده وامشي بيه من الشمال لليمين لحد ما الرقم الصحيح ده يبقى اكبر من او يساوي الوزن اللي بيبقى اوزان بتاع النظام الثنائي، مش دي اوزان النظام الثنائي؟ طب تعالى كده 13 اكبر منها يساوي 32، طب 16 اكبر منها يساوي كام؟ 8، حط 1، يبقى انت كده من ال 13 خدت كام؟ خدت 8 يبقى كام؟ 5، كمل من 5 المسيره بتاعتك، 5 اكبر منها يساوي 4؟ اه نحط هنا كام؟ 1، يبقى انا خدت من 5 كام؟ 4، يبقى انا كام؟ كمل في المسيره، الواحد اكبر من 2 يبقى نحط هنا كام؟ 0. وبعدين الواحد اكبر منها ويساوي الواحد؟ اه نحط هنا واحد، يبقى واحد ناقص واحد بيديني صفر، يبقى كده خلاص، دي التحليله بتاعتي. خلاص يا باشمهندسين؟ بتبقى موجوده ازاي في الذاكره؟ بتبقى عامله كده 1 0 1 1 وبقيه القيم دي ايه؟ اصفار. خلاص يا باشمهندسين؟ بقيه القيم بتاعتي تبقى اصفار. طب لو قلت لك كده انتجر واي بتساوي مثلا 10. هيقوم جاي واخد القيمه 10 ويحولها، تعالوا نحول ال 10 كده يا باشمهندسين. ال 10 اكبر منها يساوي 32؟ لا، 16 لا، 8 اه، هحط هنا 1، 10 ناقص 8 كده بكام؟ 2، الاثنين اكبر منها يساوي 4؟ هنحط 0، اكبر منها يساوي 2؟ اه، نحط هنا 1 مش هيبقى معايا حاجه، يبقى نحط هنا 0، يبقى تحولت ال 10 يا باشمهندسين هتتخزن في الذاكره بنفس الطريقه اللي اتخزنت بيها. صعبه ولا سهله؟ طب كده احنا حولنا من النظام العشري لنظام ايه؟ طب العكس، لو عندي قيمه كده وعايز احولها. كل اللي تعمله اجمع الاوزان اللي تحتها 1. تعالوا كده اجمع الاوزان اللي تحتها 1. ده قيمته كام؟ 1 زائد كام؟ 4 زائد كام؟ اجمعهم كده كام؟ 8 و4 12 و1 13، مش هي دي القيمه بالعشري؟ خلاص كده حولناها. طب اجمع القيم اللي هي 50 عباره عن كام؟ 8 زائد كام؟ 2 بيساوي كام؟ ما هي برضه دي نفس القيمه بالايه؟ بالعشري. طيب ده كده احنا عرفنا العشري والثنائي. في كمان حاجة عندنا اسمها ايه؟ سداسي عشري. يا باشمهندس السداسي عشري بيبقى صعب شوية، ببسطه عليكم شوية وخمسين. 1 0 1 1 وبعدين عندي كده 12 0. قال لك ده الرقم ده هو نفسه 13 بس بالنظام الايه؟ بالنظام العشري. أنا عايز أشوفه يا باشمهندس بيساوي كام بالنظام السداسي عشري؟ أولاً النظام السداسي عشري كام رمز فيه؟ هو نظام سداسي 10 يبقى فيه 16 رمز، النظام العشري فيه كام رمز؟ 10 رموز من 0 ل 9، النظام الثنائي فيه كام رمز؟ 2 من 0 ل 1، عشان كده كل واحد فيه اسم على المسمى. طيب بالنسبه للنظام السداسي 10 الرموز بتاعته من 0 ل 9 وبعدين بيتضاف عليهم مين؟ A و B و C و D و E و F.
بس انا اكون عارف ان الاي دوت قيمته كام؟ في 10 والبي قيمته كام؟ في 11 وهكذا لحد الاف قيمته 15. طب تعالى بقى بقى عندك رقم بالثنائي حوله لثلاثي 10 بنعملها ازاي؟ ستيب نمبر 1 خط رقم 1 قسم القيمه من الباينري لاربعات. يعني خد كل اربعه لوحدهم، ادي الاربعه الاولين الاربعه التانيين وهكذا ل 50. يبقى لو رقم انتجر هيتقسم لكام واحد؟ لاربع اجزاء كده. وخد كل واحد حط تحتيه اوزان، يعني وزن ده كام؟ 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 كام؟ 8. طيب اجمع لي كده بقى لو الاوزان اللي تحتها واحد كام ديت؟ 8 زائد 4 زائد 1 ب 13 صح كده؟ طب في حاجه اسمها 13 في الثلاثي 10؟ لكن في حاجه اسمها ايه؟ 12. في حاجه اسمها ايه يا باشمهندسين؟ في. هقول له كده ان الاولى تبقى عباره عن حرف. طب يا باشمهندسين صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر كام؟ في صفر. في حاجه اسمها صفر والثلاثي؟ اه. امال دي حرف ايه؟ زيرو. ودولت برضه كام؟ زيرو. ودول برضه كام؟ زيرو يا باشمهندسين. فاهم؟ يبقى تقول له كده بقى الحل، تقول له كده 1 0 1 بالنظام الثنائي، الكلام ده بيساوي 13 بالنظام العشري، الكلام ده بيساوي 0 0 0 دي بالنظام الايه؟ الثلاثي 10. الثلاث ارقام دولت متساويين، بس الفرق ان كل واحد بيتمثل برقم او بيتمثل بنظام تاني. خلاص يا باشمهندسين؟ طب لو افترضت ان انا عندي الرقم 10 اللي هو عامل كده صفر صفر لا صفر واحد صفر واحد، وافترض ان انا عندي حاجه كده كمان، وبعدين يا باشمهندسين عندي صفر صفر واحد واحد، وبعدين عندي واحد صفر صفر صفر، ده رقم بالباينري. انا ما اعرفش تكون كام عشان مش فارق معايا، بس عايز احول له لثلاثي، اعمل ايه يا باشمهندسين؟ قال لك حط الاوزان، قسم اربعات وحط اوزان 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 واجمع يا باشمهندس. هنا 8 و2 كام؟ 10 اللي هم ايه بالسداسي؟ ايه. وبعدين يا باشمهندس كام دولت؟ دولت 15 اللي هم ايه بالسداسي؟ اف. طب دولت يا باشمهندس 12 اللي هم ايه بالسداسي؟ سي. طب ودولت يا باشمهندس 1. يبقى الرقم ذهب الباينري بيساوي 1 سي اف ايه بالنظام ده يا باشمهندسين؟ بالنظام السداسي. طب تعرف تعكس؟ تعمل ايه يا باشمهندس؟ تقول لي سهل. الايه دول اصلا قيمته كام؟ قيمته 10 صح؟ تقوم جاي محوله يا باشمهندس لايه؟ بالباينري. طب الاف اللي هو قيمته كام؟ 15 حوله باينري، السي قيمته كام؟ وهكذا. طب انت بتقول لنا الكلام ده كله ليه؟ لانك انت مش هتعرف تحل المساله الا اذا كنت عارف الكلام ده. تعالوا كده نرجع بقى ايه؟ لاسئله. حد عارف لو انا كنت عامل هنا سالب ايه اللي يفرق معايا في التقسيم؟ اخر رقم على الشمال اللي على الشمال هيتحط فيه واحد. لو الرقم سالب يبقى البيت الاخير اسمه ساين بيت، اسمه خانه ايه؟ خانه الاشاره. لو انت عامل سالب 13 هيبقى زيها بالظبط، بس الفرق هنا واحد. لو انت عامل موجه 13 هيبقى زيها بالظبط، بس الفرق هنا كام يا باشمهندسين؟ زيرو. طب انا هفترض ان فعلا هنحل سالب 13، وبعدين الدكتور بيقول لك ايه؟ بيقول لك اختبرني ان الرقم ده هو موجب ولا سالب. طب يا باشمهندس ده انت اللي كاتبه سالب 13. ماشي يا عم، انا هسال عليك خالص. سكان اف وبعدين برسنتج دي وبعدين اند اكس، واليوزر دخل الاكس بتساوي سالب 13، بس انا عارف ان هي سالب 13؟ لا ما اعرفش. الدكتور بيقول لك ايه؟ اليوزر دخل قيمه اختبارها اشوفها موجب ولا سالب. نعملها ازاي يا باشمهندس؟ قال لك والله علشان اتاكد ان الرقم موجب ولا سالب المفروض اختبر مين؟ اختبر الاسنان، اشوفه بواحد ولا بزيرو. لو كان بواحد اقول ان الرقم ده نيجاتيف، لو كان بزيرو اقول ان الرقم ده ايه؟ بوزيتيف. يبقى تيجي المشكله بتاعتي، ازاي اختبر الرقم؟ هو ده السؤال. اختبر الرقم يا باشمهندسين بالمؤثر الاولاني عندنا اللي هو اسمه ايه؟ مؤثر الاند. طيب مؤثر الاند بيعمل ايه بقى؟ بص لو انا جيت قلت لك كده، انا عندي الصفر عملت لها اند مع الصفر الناتج بايه؟ بصفر. طب لو انا برضه خدت الصفر بس عملت له اند مع الواحد الناتج بكام؟ يبقى يا باشمهندسين اند لاي قيمه سواء كان هي عباره عن اكس، سواء كانت صفر او واحد، فاعمل لها اند مع الزيرو الناتج بكام؟ بزيرو. طب انا بقول لك ديت ايه؟ بقول لك هو انا في الرقم ده عايز مين بس؟ الخانه اللي على الشمال عايز الباقيين؟ طب طالما مش عايز الباقيين اعمل لهم اند مع مين؟ مع الصفر. النقطه ديت يبقى انا هاجي كده اقول له كده 0 0 0 0 وبعدين كمان ايه؟ اربع اصفار واربع اصفار كمان وبعدين ثلاث اصفار والرقم الاخير اعمل اند مع الكام؟ طب ليه اعمل اند مع الواحد؟ بص يا باشمهندس اهو لو انا حاطط هنا واحد، صفر مع الواحد فيها كام؟ تلاحظ ان الرقم نزل زي ما هو. لو اند مع واحد مع الواحد يديني هنا كام؟ هتلاحظ برضه ان الرقم نزل زي ما هو. ده معناه ايه؟ لما بتعمل اند مع الواحد بيديك نفس الرقم صح كده؟ ده معناه ان انا لو هعمل اند ديت مع ديت هيديني ايه؟ هيديني نفس الرقم. يعني لو كانت ده واحد فعلا صح؟ يبقى الناتج هيطلع ايه؟
واحد والباقي كله ايه يا باشمهندسين؟ والباقي كله صفار. طب الرقم ده اختبره ازاي؟ سهل، هتيجي تقول له كده افرض الرقم ده لو افترضت ان هو اسمه ايه مثلا؟ اقول له افرض ايه لا يساوي زيرو، طالما ايه لا يساوي زيرو برنت اف، يبقى الرقم ده ايه؟ يبقى الرقم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الرقم ده نيجاتيف صح. ليه يا باشمهندسين؟ لان معنى ان يكون هنا في واحد معناه ان الرقم ده كنت لا يساوي صفر. هو امتى الرقم ده كنت يساوي صفر؟ لو كل البيتس بكام؟ بزيرو صح كده؟ اذا لو جالي هنا واحد اقول له كده، لو لقيت الرقم اللي هو ايه؟ لا يساوي زيرو قول لي ان الرقم ده نيجاتيف، اس قول لي ان الرقم ده ايه؟ قول لي ان الرقم ده مثبت. طيب يا باشمهندس احنا مش فاهمين نكتب الكلام ده هنا ازاي؟ بص يا باشمهندسين دوت اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه اكس. جميل جدا. طب دوت يا باشمهندس قال لي ده متغير بيجي اعمله انت او بلاش متغير هنقول عليه اي حاجه مثلا هنقول عليه اي قيمه. طب انا بعمل ما بين دوت ودوت بعمل ما بينهم ايه؟ فاهم صح كده؟ طيب القيمه دي يا باشمهندسين هنقول عليها ان هي الايه؟ فانا بعمل ايه يا باشمهندسين؟ بقول لك خد لي الاكس اهو واعمل لها ان مع قيمه والنابت حطه في المتغير اللي اسمه ايه؟ المتغير اللي اسمه ايه؟ صعبه؟ ناقص بس ان انا اكتب القيمه دي يا باشمهندس. عندك طريقتين تكتب القيمه دي. الطريقه الاولى ان انت القيمه اللي انت عايز تعمل اند للاكس معاها حولها لعشر. نعرف تحولها لعشر صعبه. ليه؟ هتحط الاوزان 1 2 4 8 16 هتقعد تحط اوزان كتير صعبه قوي. طب اعملها ازاي يا باشمهندس؟ قال لك اكتبها بالسداسي 10. تعرف تحولها لي بالسداسي؟ الخطوات بتاعت السداسي عامله ازاي؟ اهو يعني مالكوا هنا لوحدها هي عباره عن 4 اصفار وبعدين كمان 4 اصفار واربع اصفار وبعدين 3 اصفار وفي منها كام؟ واحد. بتحولها سداسي ازاي؟ دي كام؟ بصفر وديت بصفر وديت طب وديت ب8. الله ينور عليك. يبقى دي القيمه بس بالنظام العشري ولا الثنائي ولا الثلاثي؟ سداسي. فانت بتقول ده انا باخد الاكس وبعمل لها ان مع قيمه بس القيمه دي انا هكتبها لك بالنظام السداسي. زيرو اكس معناها القيمه اللي هكتبها لك بالنظام السداسي. طب القيمه دي قيمتها كام؟ صفر اي 8 صفر 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 وبحط صفر بس كده اتفهمت خالص صح كده يا باشمهندسين؟ وبعدين اقول ايه؟ الناتج دوت اكتبه لي لو كان لا يساوي صفر يبقى الرقم نيجاتيف، لو كان يساوي صفر يبقى الرقم ايه؟ بوزيتيف. ماشي يا باشمهندسين؟ مش فاهم صح؟ اتلخبطت لحد فين؟ القيمه دي تجيبها ازاي؟ لا ايه الحسبه دي؟ ايه الاكس دي؟ الاكس ديت؟ لا الاكس اللي هي قبل الاكس اللي هي قبل اللي هي القيمه الاكس نفسها يا باشمهندس. مش القيمة مش أنا عندي دلوقتي قيمة إكس فيها 13 سالب 13. طب القيمة اللي هي سالب 13 كده أعملها أني مع مين؟ مع القيمة دي؟ ما أنا بقول له القيمة اللي هي إكس اللي هي فيها سالب 13 أعمل لي أني لها مع قيمة. بس القيمة ديت أنا مش هكتبها لك بالنظام الثنائي أو العشري. ده أنا هكتبها لك بالنظام الإيه؟ بالنظام السداسي 10. كلمة 0 إكس معناها أن القيمة أني مع القيمة دي. أهو. طب والناتج هيتظاهر متغير اسمه إيه؟ متغير اسمه إيه؟ وبعدين هختبر إيه؟ ممكن أختبر إيه بطريقة ثانية. أقول له لو الإيه كانت بتساوي 0 يبقى الرقم ده عبارة عن إيه؟ بوزيتيف. ليه يا باشمهندس؟ لو كان ده زيرو يبقى الرقم اصلا ده عباره عن رقم ايه؟ موجب. يبقى الناتج بتاعي عباره عن ايه؟ صفر. هيبقى كل ده صفار صح كده؟ بقول كده لو كانت الايه بتساوي زيرو يبقى قول لي بوزيتيف. انس قول لي ان الرقم ده عباره عن ايه؟ رقم نيجاتيف. اظن كده قربت شويه من الحته دي. صح يا باشمهندسين؟ الشكل اللي قدامك ده يا باشمهندس كل ده يتيجي يظهر هنا. يبقى عامل كده 1 0 1 1 4 اصفار وهكذا يا باشمهندس. يبقى هو مش عايز الرقم بالديسيمال عايزه بالايه؟ بالباينري. هتيجي تقول لي يا باشمهندس طب ما نعمل نص في التشكيل اللي اسمه بي عشان يطبع القيمه اكس بس يطبعها بالايه؟ بالباينري. مفيش حاجه اسمها برسنتج بي. وبالتالي بقى لازم يكون انا عندي طريقه مختلفه شويه اقدر بيها اطبع الارقام اللي هي عباره عن ايه؟ 1 0 1 1 1. اعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى بص واحد واحد. لو انا جيت قلت لك انا عايز اطبع الرقم اللي في الاول يبقى الباقي انا محتاجه في حاجه دلوقتي؟ مش محتاجه صح كده؟ فانا هاجي اعمل كده اقول لك ايه؟ اعمل متغير كمان اسمه اكس 1.
وبعدين يا باشمهندس قول لي ان اكس واحد بتساوي اكس. يعني ايه اكس واحد بتساوي اكس يا باشمهندس؟ يعني انا هعمل في الذاكره مكان تاني كمان والمكان ده اسمه ايه؟ اكس واحد. وفي مين؟ في نفس القيمه بتاعت ايه يا باشمهندسين؟ بتاعت اكس، صح كده؟ طيب يعني مش ده هو ده؟ انا هسمي دول بس المؤقت ان هو اكس واحد. خلاص يا باشمهندسين؟ ليه؟ عشان ما تكتبوش كمان مره هنا. طيب هو انا ليه يا باشمهندس انا عملت متغير جديد وسميته اكس واحد؟ انا ما كنتش اشتغل على اكس على طول. لا قدام، انت لما تيجي تشتغل على اكس على طول دلوقتي انت بتقول ان انا مش محتاج ده، معناه ان انت هتعمل فيه ايه؟ هتضيعه. وطالما هتضيعه لا يبقى انت كده هتضيع بقيه الكلام، بقيه الجزء ده. خلاص يا باشمهندسين؟ فانا بقول لك ان ال اكس واحد الاكس ايه؟ اللي هي نفس الرقم ده كده فوق. ان الهدف اكس واحد علشان اشتغل عليه، عشان لو اكس واحد ضاعت يبقى انا عندي الاكس زي ما هي زمان. طب يا باشمهندس انا عايز الرقم ده والباقي كله مش عايزه، يبقى اعمل له اند مع مين؟ احط هنا كله صفار ما عدا الرقم الاولاني، اعمل له اند مع مين؟ مع الواحد، صح كده؟ طيب يبقى انا هعمل اند كده، يبقى عندي اكس واحد بعمل لها اند مع مين؟ مع كل الكلام ده. تعرفوا تحولوا له اكس ديسيمال؟ اهو اقول له 0 اكس. الاربعه الاولانيين قيمتهم كام؟ قيمتهم كام؟ واحد. طب الاربعه اللي بعدهم واللي بعدهم؟ وبعدين احط سيمي كولون. فاصبح الناتج اللي هينزل هنا هو الاتي: 1 0 0 0 0 وهكذا. الباقي كله ايه يا باشمهندسين؟ الباقي كله اصفار. طب تخيل لو كان هنا 0 هينزل لي هنا ايه؟ 0، صح كده؟ طب الرقم ده تعرفوا تحولوه لعشر؟ تعرفوا تحولوه لعشر؟ حطوا الاوزان كده 1 2 4 اجمع الاوزان اللي تحتها 1 هيبقى القيمه كام؟ فهمتوا حاجه؟ فانا باجي اقول له يبقى بقول له كده الكلام دوت هيحول لي متغير اسمه ايه؟ وبعدين اقول له كده ايه؟ برنت اف برسنتج دي الايه؟ هي دي احتمال تاخد كام او كام؟ صفر او واحد. لو كان البت الاولاني ده بصفر يبقى ليه كلها بكام؟ بصفر. لو كان البت الاولاني ده بواحد زي الحاله ديت هيبقى ليه كلها بكام؟ فانا بقول لك اطبع لي الايه؟ يعني اطبع لي هي ايه يا باشمهندسين؟ اطبع لي على الشاشه كده يا صفر يا واحد. طب في الحاله دي تطبع كام؟ يطبع واحد. يبقى انا كده اتحيلت عليه ولا ما اتحيلتش؟ طبعت اول بت ولا ما طبعتوش؟ طبعته، صح كده؟ تيجي المشكله المفروض انا المره دي اشتغل على مين؟ اشتغل على البيت اللي جنبه. انا خلاص البيت ده صح، فالمفروض اشتغل على البيت ده. البيت التاني اشتغل عليه ازاي يا باشمهندس؟ قال لك عشان تشتغل على ده لازم تتخلص من الاولاني. طب اتخلص منه ازاي؟ هعمل شيفت، هعمل كده يا باشمهندسين. هقول له هنا انا عايز الاكس واحد بتساوي اكس، بس مش الاكس، مش عايز الاكس نفسها، ده انا عايز الاكس من شفتها بمقدار واحد. المره اللي فاتت شفتها بمقدار كام؟ زيرو، يعني كنت مش مشفت حاجه. المره دي شفتها بمقدار كام؟ عارفين يعني ايه شفتها بمقدار واحد؟ يعني هو جاي يلغي الرقم ده ويحط مالك كده صفر وبعدين واحد وبعدين واحد وبعدين الصفر والباقي كله هيبقى ايه؟ هيبقى اصفار. ما هو الشيفت بيعمل ايه؟ بيلغي اول رقم ويحط مكانه صفر على الشمال. فاصبح دلوقتي مين اللي موجود هنا؟ البت رقم كام؟ البت رقم 2. لما اكرر عليه نفس العمليه هينطبع لي ايه يا باشمهندسين هنا؟ هينطبع لي زيرو، لان قيمته بكام دلوقتي؟ قيمته بزيرو. خلاص يا باشمهندسين؟ طب المره اللي بعدها هعمل شيفت بكام؟ باثنين، صح كده؟ هياخد الاكس اهي، هو بيعمل شيفت مين يا باشمهندسين؟ بالاكس، يعني القيمه الاصليه هيطير منها الاول والثاني. يبقى موجود عندي هنا كام؟ موجود واحد وبعدين واحد وبعدين ايه؟ صفر والباقي كله اصفار. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب جاي برضه يرفع يا ايه يا ايه؟ يا صفر يا واحد. المره دي يرفع يا باشمهندسين؟ هيرفع واحد وهكذا يا باشمهندسين. في حته مشكله صغيره، حد واخد بالك؟ ايه اللي حصل؟ هو الرقم طلع مظبوط ولا معكوس؟ معكوس. لما الكود يطلع كده واحد يطلع ايه؟ واحد صفر واحد واحد والباقي كله صفر. طلع العكس، يعني الرقم اتقلب. هتلاقي بقى في الكتاب الدكتور عامل لك حاجه حلوه. قال لك انا بدل ما كنت بعمل اول مره شيفت بزيرو انا ممكن اعمل شيفت ب 15. يعني ايه شيفت ب 15 يا باشمهندس؟ يعني بدل ما كنت ببتدي من هنا انا ابتديت منين؟ ابتديت من الشمال. فاللي ينطبع الاول ده وبعدين ده وبعدين ده، خلاص يا باشمهندسين؟ فيجي هنا يقول لك ايه؟ 4 من اول اي بتساوي 15 واي اقل اكبر من او يساوي 1 0 واي بلس بلس. وبدل ما كنت بعمل هنا 0 و1 2 هقول هنا ايه؟ هقول اعمل لي شيفت في مقدار اي. اي بلس ولا سالب؟ اي بلس ناقص. الله ينور عليك، صح كده، تمام كده. كده في ناس مفتحه معاك. هيبدا بص اول مره يعمل شيفت في مقدار كام؟ في مقدار 15. يعني يا باشمهندس 15 يعني ايه؟ ال 15 بت اللي على اليمين الغير، يقوم جاي لاغي ال 15 دول ويحط مكانهم ايه؟ اصفار على الشمال، يبقى الرقم ده ظاهر لي وجنبيه 15 6. خلاص كده؟ وبعدين يبقى ده اللي هينطبع عندي. طب المره اللي بعدها الاي بتقل، يعمل شيفت المقدار كام؟ مقدار 14.
يعني هيطير ال 14 الاولانيين ويحط مكانهم اصفار على الشمال يبقى هو بيشتغل على البيت رقم 2. المره اللي بعدها هيعمل شيفت مكان 13 يعني يطير دوت ويحط مكانهم اصفار يبقى بيشتغل على ده. فهمتوا حاجه؟ اظن كده الغالبيه الاوطى فهمت النقطه دي. ماشي يا شمسين؟ اخر حته في المسار الصناعي. الدكتور بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اعمل لي رقم ايه وليكن الرقم ده اسمه ايه؟ وعايز الرقم الايه ده يبقى عباره عن خليط من الاكس والواي. يعني اول اربعه بت فيه هات لي اول اربعه بت بتوع الاكس يبقى 1 0 1 1 وتاني اربعه بت. قال لك خد لي تاني اربعه بت من الواي يعني 1 1 0 0 والباقي قال لك سيبه زي ما هو. ايه ده يا باشمهندس؟ خدت الاربعه دول حطيتهم هنا وخدت الاربعه دول حطيتهم هنا. خلاص يا باشمهندسين افهم كده؟ طيب ايه بقى المفروض انا عايز اعمله؟ تعال نبص كده بالنسبه للاكس انت عايز منه مين؟ عايز اول اربعه بت. طب ال 13 اللي على الشمال دول عايزهم في حاجه؟ طب هتخلص منهم ازاي؟ اند مع مين؟ مع السيفن. يبقى كده اعمل لهم اند مع الاصفار. طب والاربعه اللي في الاول اند مع مين؟ مع الواحد. طيب يا باشمهندس يعني انا هاخد الاكس يا باشمهندس واعمل لها اند مع زيرو اكس. زيرو اكس مين بقى؟ قسموا لي في الاربعات هيبقى عباره عن ايه؟ زد وبعدين زد وبعدين زد وبعدين كام بقى؟ 15 في الاكس الاسم هي عباره عن حرف الايه؟ عباره عن حرف الايه؟ يبقى يا باشمهندس الناتج اللي هيطلع هنا ده اللي هو لو قلت مثلا ان هو اسمه زد الناتج اللي اسمه زد ده هيبقى عباره عن ايه يا باشمهندس؟ اعمل انت كده هيبقى عباره عن 1 0 1 1 وبعدين ايه؟ كل صفار. الناس هتتلخبط تقول لي يا باشمهندس ما هو ده هو ده صح كده؟ خد بالك انت ما تعرفش ان الذاكره هنا ايه؟ ممكن يكون هنا كان في وحي صح كده؟ الدكتور بيقول لك انا عاوز اربعه بت. انا هنا في المثال اللي قدامي فعلا الباقي كله صفار لكن انت ما تعرفش من جوه صفار ولا واحد. فانا كده خلصت من ال 12 اللي على الشمال وطلعت منهم بس مين؟ الاربعه اللي على اليمين. الاربعه اللي على اليمين اسمهم الليست سيجنيفيكانت بت. كلمه ليست يعني ايه؟ يعني اقل. يعني بيقول لك ايه؟ الخانات اللي لها وزن اقل. دي معنى كلمه ليست. وفعلا الوزن بتاعي بتاع ديت كام؟ واحد. الوزن بتاع ديت كام؟ اثنين. طب وانت ماشي كده الوزن بيزيد. فبيقول لك الفور ليست سيجنيفيكانت بت يعني الاربعه بت اللي لهم اقل ايه؟ اقل وزن من 50. وهنا بيقول لك ايه بقى؟ هات لي الاربعه اللي عليهم الدور بعدهم. طب يا باشمهندس لو عايز الاربعه اللي عليهم الدور هعمل الواي اند مع مين؟ اولا دول عايزهم هعمل لهم اند مع الزيرو. طيب دول عايزهم هعمل لهم اند مع مين؟ مع الوحيد. طب دولت مع الزيرو دولت مع زيرو. يعني يا باشمهندس انا هاخد الواي واعمل لها اند مع زيرو اكس كام؟ صفر صفر وبعدين كام؟ اف زيرو صح كده؟ طيب الناتج اللي يطلع يا باشمهندس حطه في متغير اسمه اكس واي زد نسميه مثلا بي. خلاص يا باشمهندسين؟ يبقى البي يا باشمهندسين هو عباره عن ايه؟ الناتج بتاعهم اهو البي عباره عن ايه؟ عباره عن صفر 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 وبعدين واحد واحد زيرو زيرو والباقي برضه ايه؟ والباقي اصفار. يبقى اصبح ده ناتج العمليه الاولى وده ناتج العمليه الثانيه. هم دول اللي انت عايزهم صح؟ بس احنا مش عايزينهم بالشكل ده، ده احنا عايزين نعمل ايه؟ ندمجهم مع بعض. طب ندمجهم ازاي يا باشمهندس؟ قال لك اعمل ما بينهم اند كده. تخيل كده لو عملت ما بينهم اند. واحد اند زيرو اهو الاثنين اللي احنا بنعملهم العمليه اهو.
واحد اند زيرو دي كده قال لا ده بيطير الاند بتطير ينفع يبقى احنا نعمل ايه اور تخيل لو عنده اور واحد اور زيرو دي كده يا مهندس واحد زيرو اور زيرو دي كده ايه زيرو واحد اور زيرو واحد وبعدين واحد اور زيرو دي ايه تلاحظ ان الاربعه دول نسبه زي ما هم طب اعمل كده اور دول برضه يبقى ايه هتجيب واحد وبعدين واحد وبعدين اصفار وطالما دول اصفار دول اصفار يبقى ناتج ايه عباره عن اصفار يبقى يا باشمهندس اهو كده خد الزد واعمل لها ان اور بقى واعمل لها اور مع مين مع المين ودوت عباره عن الناتج بتاعك كان اسمه ايه طبعا لازم تكون عارف الزد والبي فور هم انتجر وتحت هتقول له ايه برنت اف وبعدين برسنتج دي وبعدين اطبع لي مين اطبع له دي من الميديا خلاص يا باشمهندس وطبعا هنا لازم تكون قايل له كده انتجر ايه وبي وزد سهله المصيبه الصينيه ولا سهله؟ اصل دلوقتي بقت سهله صح؟ هقول لكم على حاجه لو ما عملتهاش النهارده هتيجوا برضه بكره تقول يا باشمهندس احنا عايزين حضرتك تعمل لنا سيكشن مراجعه على المؤثرات الصينيه. طبعا اللي هيقول الكلمه دي الثانيه عم بيها فاعه وقلم ما عندوش قد كده ليه بقى؟ لان الحته دي احنا النهارده مش راحتك. تتصور؟ تعمل يا عم تصوير.